هاتفيا من برلين ينضم إلينا سيد أحمد السيد الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. نعم، المراقب للوضع الألماني في بداية هذه الأزمة أو في الموجة الأولى لفيروس كورونا، المستشارة الألمانية أنجلا ميركل قالت أن ألمانيا تستطيع السيطرة على هذا الوباء. القطاع الصحي في الداخل الألماني من أقوى القطاعات الصحية في العالم على حسب ذكرى المستشارة الألمانية، ولكن يبدو أن في الموجة الثانية الحديث تغير تماما، كما ظهر وزير الصحة الألماني وقال أن ألمانيا الآن ربما لن تستطيع السيطرة على الموقف. مزيد من التفاصيل سيد أحمد. نعم، كلام حضرتك مظبوط 100%، وطبعا ميركل عندها حق في هذا الشيء، لأن عندنا إحنا مشكلة كبيرة. وطبعا إحنا مش ضد الفدرالية، وفي ألمانيا النظام الفدرالي نظام ناجح جدا وأحسن نظام يعتبر في العالم، ولكن في الظروف الحالية صعب جدا جدا، وطلبوا بعض رؤساء طبعا الولايات الألمانية منهم باباريا بأن فعلا يحاولوا يعملوا عملية مركزية لميركل بأنها هي اللي تتخذ القرارات، لأنها عندها فكرة كبيرة جدا في هذا الموضوع وأنها تفرض قراراتها. يعني مثلا أطلع بس بعيد عن الإجابة حاجة بسيطة جدا، النهاردة المفروض أن مظاهرات تقوم مثلا في دريسدن في بعض المدن الألمانية وقفت من قبل بعض الولايات، ولكن مثلا في فرانكفورت ماين اللي هي تبع ولاية هيسن طبعا في مظاهرات النهاردة. فدي كل ولايه وكل حي وكل كل واحد بيتخذ القرار زي ما هو عاوز، واصبح العمليه الفدراليه صعبه جدا في هذه الحاله، ولكن هي مش وحشه، هي ممتازه. هو طبعا خايفين يجربوها وبعدين تمشي مره ثانيه وثالثه وبعدين النظام طبعا الفدرالي ينتهي، وده اللي خايفين منه اللي حصل مناقشات الاسبوع الماضي في هذا. ولكن نرجع لسؤال حضرتك، هو طبعا المؤتمر بتاع بكره او اللقاء اللي هو مهم جدا، هو لقاء طبعا ما كانش مخطط ليه، ولكن طلبوا رؤساء الولايات والمدن الالمانيه بهذا اللقاء باسرع وقت ممكن، لان العمليه لم يسيطروا عليها في اي مكان من كان. فهناك طبعا غدا تجديد اجراءات العزل العام مع الولايات الالمانيه مع الرؤساء لاتخاذ قرار في تزايد طبعا بسبب تزايد حاله الاصابات اللي حضرتك ذكرتيها، والاصابات عاليه جدا جدا وفي حاله خطر جدا جدا. وهم المشكله انهم في او مشكله اوروبا او المانيا بشكل خاص في اعياد قادمه، طبعا انت عارف اعياد الميلاد، فالناس عاوزه تتهاون. لماذا تتهاون في حالات موت يوميا؟ يعني حتى ميركل نعم، من اين ياتي هذا الشعور الزائف بالامان لدى الالمان سيد احمد؟ الشعور بالنسبه للالمان في نسبه كبيره جدا جدا تصل الى حوالي 58 او 60% شعورهم ان فعلا ميركل ممكن تتحكم في هذا الراي، لان الناس اصبحوا الالمان لن يضعوا الثقه في رؤساء الولايات، لانهم شافوهم كل واحد بيعمل حسب زي ما بيسموه مش عارف ولي عهد ولا ما اعرفش بيسموه ايه، نعم بطريقه مستقله، نعم. فبذلك طبعا الناس اصبحت دلوقتي الثقه الوحيده بكره، انا اعتقد ان تنفيذ القرار اعتقد شخصيا حسب معلوماتي سينفذ الاربعاء المقبل تماما. هو المفروض ينفذ الاثنين، ولكن مش مشكله الاربعاء مش مشكله، لان المشكله هنا عيد الميلاد واخر راس السنه يقول لك عاوزين نسيء. طب ما انت بتسيء، يعني النهارده المحلات مليانه جدا جدا لان في بعض المحلات هتقفل بكره يوم الاثنين، فكل المحلات النهارده طيب. كل يعني انا واحد من الناس خرجت امبارح اشتري الهدايا امبارح عشان انقل الموضوع. فطبعا لابد اتخاذ قرار لهذا الموضوع، وتتحكم فيه طبعا المستشاره الالمانيه بحنكتها وهي عارفه دي هي مسؤوله على الدوله كلها، ولكن في بعض حاجات ما تقدرش تتخذ فيها طيب. الا بموافقه الرؤساء في هذه النقطه. سيد احمد، ربما ذكرت ان الالمان لديهم ربما ثقه بالمستشاره الالمانيه انجلا ميركل انها ستستطيع السيطره على الموقف. إجراءات الغلق العام التي اتخذتها ألمانيا في غضون تقريبا 3 أسابيع أو من قرابة 3 أسابيع كانوا عليها احتجاجات كبيرة في الشارع الألماني، الآن مع وجود اجتماع آخر مع رؤساء الولايات أيضا من المفترض أو من المرجح أن يكون هناك احتجاجات أخرى على زيادة إجراءات الغلق، هل سيكون يد لدى المستشارة الألمانية أنجلا ميركل السيطرة على هذه الاحتجاجات أو حتى على القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الولايات، أم هناك تخوف من هذا الأمر؟ لو ترك الامر سامع حضرتك دلوقتي بتقولي في الحته الاخيره دي، لو ترك الامر لميركل لن يتجرأ انسان او باحتجاجات قائمه، لان في بعض ولايات منعت المظاهرات،
في بعض الولايات قالت لها ديمقراطية، فهي ماركل نعم في هذه النقطة إذا ترك لميركل تقصد لن يتجرأ رؤساء الولايات ربما بالاعتراض على هذه القرارات أم تقصد المواطنين الألمان؟ لا الولايات انا اعتقد لا يمكن ان يتجرأ الوقت لان هم عارفين ان حالتهم صعبه جدا امام الشعب الالماني، رؤساء الولايات والمدن لا يمكن ان يتجرأوا ويقفوا امام ميركل، هم اللي طلبوا هذا الاجتماع لاول مره تحصل، هم طلبوا هذا الاجتماع، ولكن لا يوجد هناك طبعا اقليه، معلش انا عاوز في هنا بعض طبعا المظاهرات بتقوم على اولا اول حاجه مدينه دريسن او ساكسونيا طبعا موجوده فيها الامراض مرتفعه جدا والحالات مرتفعه جدا، وده اللي كان بيخرج منها المظاهرات اللي هي ضد طبعا نعم عارفه ان اليمين المتطرف وهو الى اخره، في حاجات كثيره جدا خارج على هذا الموضوع للتخريب فقط لديه. نعم وصلت الصوره سيد احمد، انا بشكرك طبعا على هذه التوضيحات استاذ احمد السيد الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر الهاتف من برلين، شكرا لك.